فرقة المنيا للفنون الشعبية قدمت عدد من الاستعراضات الفنية الخاصة بتراث المحافظة واللي لاقت استحسان ومتابعة جمهور ورواد مهرجان مدينة العالمين الجديدة في نسخته الثانية. خلينا نتابع. من أجمل الفعاليات اللي هتشوفوها هنا في مهرجان العالمين الجديدة هي فرق الفنون الشعبية التابعة لوزارة الثقافة، واللي الحقيقة كل يوم بيكون ليهم فقرات حلوة وأجواء مبهجة جميلة زي ما انتوا شايفين كده من ورايا التجهيزات والفقرات الحلوة لفرقة المنيا للفنون الشعبية. كل يوم في المنطقة الشاطئية هيكون عندنا فرقة مختلفة للفنون الشعبية، فتعالوا بينا نتابع ونشوف جمال الاستعراضات والرقصات الشعبية لفرقة المنيا للفنون الشعبية في مهرجان العالمين الجديدة. برحب بحضراتكم من مدينة العالمين الجديدة وتحديدا في المنطقة الشاطئية. الحقيقة المنطقة الشاطئية كل يوم بتستضيف عدد من الفعاليات المبهجة المتنوعة سواء كانت رياضية أو فنية، لكن على رأس الفعاليات دي طبعا هي الفرق الفنون الشعبية التابعة لوزارة الثقافة واللي بتأتي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. والحقيقة من الفرق المهمة واللي بتقدم فنون شعبية جميلة وخاصة الفنون الصعيدية بنتكلم عن فرقة المنيا للفنون الشعبية اللي مشاركة معانا في مهرجان العالمين الجديدة، وهيقدموا عدد من الفقرات الاستعراضية والرقصات الاستعراضية اللي بتعبر عن الموروث الصعيدي وخاصة محافظة المنيا. بس خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن الفرقة وعن اللي هتقدمه من فقرات وفعاليات في مهرجان العالمين الجديدة من أستاذ سيد النوبي مدير الفرقة الخاصة بالعروض الاستعراضية للمنيا. أستاذ سيد توني برحب بيك طبعا وأهلا بيك في مدينة العالمين الجديدة. كلمني الأول عن فرقة المنيا للفنون الشعبية وتأسيسها وأعضاء الفرقة نفسها. فرقة المنيا للفنون الشعبية بخاصة ثقافة المنيا نشأت سنة 1968، وإحنا مجموعة من الناس الهواة وهنظل طول عمرنا هواة. الفرقة متكونة من 40 عضو ما بين شباب وبنات وموسيقيين. أهم أهداف الفرقة هي المحافظة على الموروث القومي والفني والحركي والمادي لسكان محافظة المنيا، وطبعا إحنا معنيين بالعادات والتقاليد، وألحاننا كلها من الفلكلور، لا عندنا مؤلف ولا ملحن، كله من البيئة إن شاء الله. قول لي بقى مشاركتكم في مهرجان العالمين الجديدة جت إزاي؟ وطبعا اللي انتوا هتقدموه بقى للجمهور هنا في مدينة العالمين. طبعا احنا على مدار السنة اللي فاتت شاركنا في المهرجان الاول للعالمين وشاركنا السنة دي، واحنا نفسنا فرحانين ان احنا جايين للعالمين تاني، لان احنا شفنا هنا نظام كويس فيه استعدادات كويسة للمهرجان ده. في اجواء مدينه العالمين ومهرجان العالمين؟ لا جميله، احنا بنستمتع والله، يعني بنيجي بيبقى فيه، عايز اقول لك ان احنا سعاده. اجواء ممتازه طبعا، احنا حبينا، احنا مشتركين من السنه اللي فاتت هنا وبنستناها من السنه للسنه عشان نشترك فيها. معتز ان انت بتقدم الموروث الصعيدي؟ طبعا لازم اكون معتز ان انا بقدم الموروث الصعيدي، ده حاجه فخر لينا وللصعيد. ثاني سنة لينا نشارك في العالمين في مهرجان جميل طبعا تحت رعاية وزارة الثقافة، وبنقدم حاجات كويسة جدا لكل الناس المتفرجين. من أجمل المهرجانات اللي احنا بنحضرها بصراحة، واحنا بنستنى المهرجان ده من السنة للسنة، ودايما يعني احنا بنكون مشاركين في مهرجان زي كده ومهرجانات حلوة كتير. قول لي ايه رأيك في عروض فرقة المنيا للفنون الشعبية؟ صراحة عرض جميل جدا، فيها رقصات جديدة ويعني رقصات المصرية بتاعتنا اللي احنا كنا بنشوفها زمان وبتاع، فشايف ان هو يعني احياء للفنون الشعبية تاني، يعني فحاجة فعلا جميلة جدا يعني. والله حاجة ممتازة وتشرف مصر كلها والله، فرقة فعلا شعبية ممتازة والتنظيم جميل والله. حاجة جميلة جدا 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 بصراحة، يعني حاجة بصراحة ما شفناهاش في العالم كله، يعني بصراحة حاجة جميلة قوي يعني. اتبسطتوا النهاردة وايه أكتر حاجة عجبتك؟
بصراحه الفنون الشعبيه للمنيا كانت جميله قوي، دي اكتر حاجه عجبتني انا يعني. والله حاجه ممتازه في مكان ممتاز، ونشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الطفره اللي عملها في جمهوريه مصر العربيه، مدينه العالمين الجديده تعتبر طفره في مصر، ونشكره على كل الجهود اللي بيبذلها لالتقاء بمصر الى اعلى الدرجات ان شاء الله. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.